الخطوط الجوية الكويتية تحتفل في أسبانيا بإطلاق الخط المباشر الجديد إلى مدريد في مقر السفارة الكويتية استجابة للإقبال المتزايد للمسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية دشنت الخطوط الجوية الكويتية خطها المباشر والدائم بين مدينتي مدريد والكويت، والذي يأتي ضمن رؤية الشركة واستراتيجيتها التوسعية لخدمة المواطنين الكويتيين، إلى جانب تشجيع الرحلات لوجهات عالمية جديدة. وخلال المؤتمر أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية عن توقيع اتفاقية الشراكة التجارية مع طيران أوروبا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة. بالنسبة لنا مدريد هي عاصمة أوروبا للكويتيين، ومدريد تاريخها يمكن بدأ في وقت منتخب الكويت يوم تأهل لكأس العالم في سنة 82، وإن شاء الله يعاد في مدريد. ولكن منذ ذاك الوقت شفنا أن السياحة في مدريد أو في أسبانيا ككل في ازدياد سنة عن سنة، وبنفس الوقت العلاقات الاقتصادية والتجارية قاعدة تزيد في كل مناحي أو تشعباتها بين البلدين. وستضيف الاتفاقية 17 وجهة جديدة إلى شبكة الخطوط الجوية الكويتية، 10 منها في إسبانيا و7 وجهات دولية أخرى في أمريكا الجنوبية، مما سيعمل على توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالين التجاري والسياحي. هذا حدث كبير يدفع بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبين مملكة إسبانيا إلى مزيد من التطور. توجد علاقات قديمة عمرها فوق 60 عام مع مملكة إسبانيا، ولذلك هذه البداية لتطوير هذه العلاقات. هتشين خط مباشر مهم جدا. إنه حلم تحقق، فقد مضى أكثر من 30 عاما على عدم وجود رحلة طيران مباشرة بين العاصمتين، لذلك أعتقد أنها خطوة من أجل استعادة ما كان يجب أن يحدث من قبل. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشكر الخطوط الجوية الكويتية ودولة الكويت للقرار بالقيام بهذه المغامرة. وتأتي أهمية تدشين خط الطيران المباشر بين الكويت ومدريد تلبية للنمو الملحوظ وزيادة طلبات السفر إلى أوروبا، إلى جانب فتح المجال للمواطنين للاختيار بين مجموعة متنوعة من وجهات السفر. يتوج توقيع اتفاقية الشراكة التجارية بين الخطوط الجوية الكويتية وطيران أوروبا العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا، بما سيعود بالنفع على الشعبين الكويتي والإسباني في مختلف المجالات والأصعدة. رزان ملش، تلفزيون دولة الكويت، مدريد.